هذا هو الموضوع، هادشي اللي خاصنا ندويو عليه، وخاصنا نقلبو كيفاش وعلاش وقتاش وشكون، واش البوليس داير خدمته. العلاقة ما بين الهالك الله يرحمه ويستر عليه وما بين الزوجة ديالو ماشي قضية رأي عام بتاتا، وحتى اللي كانت عائلة الهالك تحت تأثير الصدمة ولأن عندها خلافات مع السيدة باغين يردوا المسألة قضية رأي عام، فهادشي راه ما كيبانش الصحافة ديال ما قدرش نقول شي حاجة أكثر من داكشي اللي كنفكر فيها أنا يصيفطني. هادشي اللي باغي نقول لكم، الله يرحم لكم الوالدين، الا غديروا شي خدمه ديروهم قاده، راه عينا ما نشوفوا هذا البؤس. ايوا هانتوما خوتي خواتاتي، كيف سمعتوا سامي دغيلان بغى الحقيقه تبان، يعني ما نبقاوش شادين فريم فكري ونقولوا راه هي السبب او هي او هي او هي، لا نقلبوا على الدوافع ونقلبوا على الاسباب اللي كانت وراء مقتل هذا الشاب مسكين. المهم الله أعلم شنو الملابسات وشنو، فالأيام المقبلة القادمة إن شاء الله راه البوليس داير خدمته وغادي تبان الحقيقة وكل شيء غادي يبان مع الوقت، غير نكونوا هانين ونكونوا متأكدين لأننا عندنا ثقة في القضاء ديالنا وعندنا ثقة في الشرطة ديالنا وفي الدرك الملكي وفي المخزن بصفة عامة. فهاد الشاب مسكين الله يرحمه والله يصبر الأهل ديالو، لأن الحرقة ديال الفراق راه ماشي سهلة لا عليهم ولا عليها حتى هي، وحتى الناس اللي كيسبوها وكيعيروها خليو بدا تتعرفوا الحقيقة وديك ساعة ديروا اللي عجبكم. تحياتي للجميع.